علمي طفلك. أين الله؟ الله جل وعلا في السماء في العلو سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم جارية جاء بها سيدها ليعتقها، فقال لها الرسول: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. الله في السماء فوق العرش، فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى، وعلمه في كل مكان جل وعلا، ولا يشابه خلقه في شيء من صفاته جل وعلا، وليس له حاجة إلى العرش ولا إلى السماء، بل هو غني عن كل شيء سبحانه وتعالى.